هذا صحيح، ولكن كبرازيلي وبرازيلي نيمار مع ميسي، نعم هذه المقابلة المنتظرة. نعم هذا هذه روح رياضية كبيرة جدا وروح عالية جدا. نحن نتحدث عن لاعبين عبقريين في كرة القدم، تحدثنا بأنهم أصدقاء خارج الميدان، ولكن داخل الميدان كل لاعب يدافع عن بلده وعن ألوان قميصه وبالطبع، ولكن هم مثال وقدوة في عالم كرة القدم. الرياضة إذا، ونيمار طبعا ميسي كان احتضنه أول ما وصل إلى برشلونة، وهذه العلاقة طبعا امتدت لسنوات رغم أن اللاعبين افترقا من النادي، لكن العلاقة لازالت من روح رياضية عالية، ومن أجل هذا يريد أن تكون الرياضة تجمع بين الناس ولا تفرق. دائما الرياضة هي تجمع، ودائما مبادئها تحب لغيرك كما تحب لنفسك. حقيقة يعني هذه الروح الرياضية مثل كبير، كانوا قبل دقائق كان في تنافس شرس داخل الملعب، وفي النهاية يبقى هو السلام والتحية، وهذا نوع من السلام، هذا يعني إقرار بعملية العامل إن من فاز ومن خسر، وفي نفس الوقت احتراما لمبادئ الرياضة الشريفة يجب أن تهنئ من فاز عليك. إضافة يضرب لنا مثل نجمين كبار، لأن مهما تختلف داخل الملعب تبقى في النهاية أنت رياضي وتقبل بالنتيجة. فيهني نيمار إلى ميسي ويحتضن، يعني حاجة تعطي انطباع أنه مهما كان هذين النجمين كبار يبحثان عن أول لقب لبلدهم، الأول لقب، فهذا اللقب بهم كذلك يستحق ميسي ويبارك. هل أخطأ في مكان ما تشيتشي اليوم؟ البرازيل كان ظهر قويا جدا، لكن لم نشاهد البرازيل الذي بدأ هذه البطولة. نعم، شوف البرازيل بدأت بالتراجع من الدور ربع النهائي، الفريق لم يقدم. الحقيقة من تشيتشي أيضا، من المدرب البرازيلي. طبعا شوف هذه هي كرة القدم، هي هذه أخلاقياتها وثقافتها، لكن نلاحظ كمية العاطفة الموجودة عند اللاعب في أمريكا الجنوبية تختلف عن جياشة. نعم جياشة بشكل كبير، عنده شغف كبير لكرة القدم، تعطينا انطباع التصور عن شخصية اللاعبين في أمريكا الجنوبية، مختلفين بشكل كامل عن اللاعبين في أي مكان آخر. نتحدث عن منتخب برازيل، عن تيتي، أنا برأيي أن الفريق لم يقدم مستوى في الربع النهائي، في النصف النهائي كان أمام البيرو فاز بصعوبة حتى مع كولومبيا 1-0، وعلى مع كان متأخر نفس الشيء، واليوم نفس الشيء في الشوط الأول، ممكن بالشوط الثاني هذه اللحظة ستبقى في الذاكرة أكيد، هذه الصورة خاصة طبعا، هذا الضغط العالي اللي كان على اللاعبين وعلى ميسي لإحراز البطولة، أطنان فوق الظروف هذه لا يشعر بها إلا اللاعبين في الملعب. ولهذا إحنا عندما نقول مباراة صعبة، لأن الضغط النفسي كبير جدا في مباراة نهائي مثل هذه المباراة دائما، ولهذا لم نشاهد أداء فني عالي المستوى بسبب الأسباب كثيرة. ما أنا قلت ممكن أرضية الملعب كانت سيئة، ضغط المباراة، الحسابات الأخرى، القوة البدنية، الالتحامات، كل هذه أثرت على الجانب الفني للمباراة، لكن هي مباراة تبقى مباراة تاريخية، مباراة للتاريخ بالنسبة للأرجنتين وبالنسبة لميسي اللي حقق أول لقب كبير مع المنتخب الأرجنتيني. كابتن جوليو، أين كان الخلل بالنسبة للبرازيل الليلة؟ أعتقد بأنه كان ربما في الأداء الفردي ربما لبعض اللاعبين، ولكن هذا طبيعي. في بالطبع الأهداف تولد من خلال أخطاء بعض اللاعبين، أو وفي بعض الأحيان يكون بفضل عمل الفريق المنافس، ولكن أعتقد بأن اليوم كان هنالك تمريرة جيدة في الهدف الذي شاهدناه، وكان ربما هنالك خطأ ظهر في تلك التمريرة، ولكن بالنسبة لي في نهاية المطاف ميسي و